وهل هناك تفاصيل جديدة؟ يعني التفاصيل الجديدة في هذه اللحظات هي إعلان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف جيلانت أنه سيعقد جلسة تقييم أمني خلال الساعات القادمة تمام الساعة 6 من مساء هذا اليوم. وبالتأكيد هذا الأمر يعني متطور، سيما وأنه جاء بعد الاقتحام الدموي الذي حدث البارحة شمال الضفة الغربية تحديدا في مدينة جنين، 6 شهداء و92 إصابة، من بينها 22 إصابة حرجة، بالإضافة إلى المشاهد التي شهدها الشارع الفلسطيني بعملية تفجير الآلية العسكرية الإسرائيلية المصفحة بالأمس، لربما تلك كانت مؤشرات على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب كل عملية عسكرية ينفذها في مناطق الضفة الغربية نشهد عملية مماثلة رد فردية. الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر صورة يتضح من خلال هذه الصورة أن العملية قام بها شابين على الأقل، فتحا النيران باتجاه المستوطنين داخل محطة للمحروقات بالقرب من مستوطنة عليه إلى مناطق جنوب نابلس إلى الشمال من مدينة رام الله. هذه المستوطنة مقامة على أراضي 5 قرى فلسطينية، منها قريوت عليه، اللبة، ترمصعية، اللبن الشرقية، وكذلك أيضا الساوية. هناك في هذه المستوطنة طرب تقع على الطريق الرابط بين مناطق شمال الضفة الغربية ووسط الضفة الغربية، وبشكل يعني واضح بين مدينتي رام الله وكذلك أيضا منطقة نابلس. يعني لا تبعد سوى نحو تقريبا 10 كيلومترات موقع العملية عن حاجز زعترة، وكذلك أيضا عن أقرب تواجد عسكري إسرائيلي. يعني هذه المنطقة عادة ما تشهد توترات استيطانية كبيرة عالية باتجاه رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة، باتجاه استهداف القرى المحيطة وإحراق المحاصيل. يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مقتل 4 مستوطنين، فبالتالي يعني نتوقع أن تكون هنالك حشودات استيطانية خلال الساعات المقبلة في محاولة التضييق على ترحلات الفلسطينيين بين شمال. إذن خالد، التذكير بالخبر العاجل الذي ذكرته لنا قبل قليل، يوآف جيلانت وزير الجيش الإسرائيلي سيعقد اجتماعا بعد تقريبا أقل من ساعة من الآن لتقييم الوضع بعد هذه العملية. وهناك تصريحات كانت ليوآف جيلانت بأنه أصدر تعليمات إلى المؤسسة الأمنية، سواء الجيش وحرس الحدود والشباك، بالقيام بعمليات استباقية وهجومية أينما كان هناك تهديد للمواطنين الإسرائيليين أو جنود الجيش، وذلك بعدما جرى يوم أمس في جنين. تفضل خالد. نعم بالفعل، يعني وزارة جيش الاحتلال تؤكد أن يتلقى وزير الحرب يوآف جيلانت تحديثات منتظمة حول تفاصيل عملية إطلاق النار والمطاردة المستمرة للمنفذين، وسيجري تقييما للوضع تمام الساعة 6 مع رئيس الأركان ورئيس الشباك وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية. طبعا الأحداث لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، سيما وأن هنالك طيران مروحي يشارك في عملية البحث، وكذلك أيضا إغلاق لبعض الحواجز والطرق في امتداد منطقة أرائيل إلى المنطقة الغربية من حاجز زعترة وفي محيط مناطق جنوب نابلس وصولا إلى مناطق شمالي رام الله. هذا الانتشار العسكري الإسرائيلي يأتي في أعقاب عملية إطلاق النار، نتحدث عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين، وبالتالي طبعا وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبالتالي هذه حصيلة ثقيلة تضاف إلى الصور التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها مذلة للمنظومة الأمنية ولسياسة الردع العسكرية الإسرائيلية، عندما بالأمس تمكنت المقاومة الفلسطينية وكتيبة جنين سرايا القدس من تفجير العبوة ومصادرة بعض مقتنيات هذه الآلية العسكرية. كل هذه المشاهد تضاف إلى الطائرة التي أصيبت برصاصات المقاومة في جنين واضطرت للهبوط في منطقة العفولة، ولاحقا نقلت بواسطة شاحنات ثقيلة
كل هذه الصور تضاف إلى انهيار وتضرر الردع الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيليا يقولون أنه اليوم حان الوقت كما قال سوميتريتش بالأمس وزير المالية، حان الوقت لتنفيذ عملية واسعة النطاق، سيما في ظل الفشل الإسرائيلي في عملية ملاحقة منفذي العمليات، والفشل الإسرائيلي في منع تنفيذ عمليات لاحقة. يعني إسرائيل تتخذ طوال الفترات الماضية حازم سياسة هدم المنازل، لماذا؟ لوقف العمليات وردع الفلسطينيين، تنفيذ سلسلة اقتحامات، اعتقالات واسعة النطاق في مناطق الضفة الغربية، ولكن في نهاية المطاف تستمر عمليات إطلاق النار، طالما يؤكد الشارع الفلسطيني، طالما في ظل غياب الأفق السياسي وعدم وجود الرؤية الواضحة واستمرار كل القرارات أحادية الجانب إسرائيليا، فإن المشهد سيبقى خالد على حاله. نعم سنبقى في تحليل لهذا المشهد وسياقات هذه العملية الجديدة في رام الله، لكن حتى نتعرف أكثر على طبيعة المكان، كما ذكرت قبل قليل 5 قرى فلسطينية مجاورة لهذه البؤرة الاستيطانية، وأيضا الحديث عن 4 قتلى إسرائيليين في هذه العملية، عملية إطلاق النار، ويبدو أن المنفذين انسحبا بعد تنفيذ عملية إطلاق النار. هذه التفاصيل الميدانية كيف يتابعها الإعلام الإسرائيلي من خلال ما رصدته لنا؟ يعني بالتأكيد في هذه اللحظات يعني كل وسائل الإعلام الإسرائيلية منشغلة الآن في عملية المطاردة، على ما يبدو بأن شابا فلسطينيا أصيب في موقع العملية وتم تحييده من قبل جيش من قبل مستوطن في المكان، ووسائل الإعلام تتحدث عن مطاردة لشاب آخر كان معه في المركبة تمكن من الانسحاب من موقع عملية إطلاق النار، وبالتالي تأتي سلسلة إغلاقات وحواجز عسكرية إسرائيلية استشهد المنطقة في هذه اللحظات، وتحديدا الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، ازدحامات مرورية كبيرة في المنطقة، حتى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر في هذه اللحظات يعني جزءا من الصور في المنطقة لعملية إطلاق النار والتي تمت بسلاح عالي من طراز M16، ويقولون إسرائيليا أن المنفذ أطلق النار باتجاه كل شخص في كل مكان وعلى كل شيء، وبالتالي هذا يؤكد يعني الحصيلة الأولية. عندما نتحدث عن مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار نتحدث عن دقة نيران للمنفذ، نتحدث كذلك أيضا عن مهارة في التصويب وعملية القنص، وأنها لم تكن بعملية إطلاق نيران عشوائية وإنما نيران قاتلة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية المستمرة حول هذا المشهد. نعم ابقى معنا خالد بدير مراسل الغد، كنت معنا من طول كرم، سنبقى معك في متابعة بكل تأكيد.